عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة صبرين القريوتي من أكاديمية أوس التربوية. أعزائي طلاب الصف السابع، اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح درس التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني. فالتغير الاجتماعي هو الاختلافات والتحولات التي تطرأ على أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في فترة زمنية معينة في مجتمع ما. هذه الاختلافات والتحولات قد تكون إما في طريقة ونمط الحياة، أو ممكن تكون هناك اختلافات وتحولات في العادات والتقاليد لذلك المجتمع، أو تكون في العلاقات والأدوار المختلفة للفئات المكونة لذلك المجتمع. في التغير الاجتماعي، وقلنا أن هذه العوامل ممكن أن تكون ديموغرافية أو أيديولوجية أو تكنولوجية، وأيضا هناك العامل الثقافي والسياسي والاقتصادي والبيئي. لقد علمنا أن القرن الماضي شهد أحداثا متلاحقة عملية التغيير أمرا حتميا في معظم دول العالم، والمجتمع الأردني مثل غيره من باقي المجتمعات مر بالعديد من التغيرات السريعة. هذه التغيرات أعزائي الطلبة شملت جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الآن سنتحدث عن عوامل التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني. أولها الهجرات السكانية المتتابعة، والتي هي متمثلة بالعادة من هجرة السكان من الريف إلى المدن. وأيضا هناك عامل آخر وهو التطور في التعليم، وأيضا التطور في التكنولوجيا السريع. الآن سنتحدث عن التغير في المجتمع الأردني. أول هذه المظاهر هو التعليم والمستوى الصحي والمعيشي وجودته. فقد علمنا أن الخدمات التعليمية والصحية تطورت تطورا ملحوظا في الأردن، حتى أصبح أن الأردن مشهود له بذلك على مستوى العالم. في المجتمع ومؤسسات الدولة، لقد ارتفعت مكانة المرأة في المجتمع الأردني، وذلك لعدة أسباب، من أهمها أولاً ارتفاع فرص التعليم والعمل أمامها، أيضاً إصدار القوانين والتشريعات الأردنية التي تعزز من مكانة المرأة في المجتمع الأردني، وأيضاً اختلاف نظرة المجتمع للمرأة، فالمرأة أصبحت الآن عزيز الطالب هي شريك مهم للرجل في عمليات التنمية والتطور للمجتمع التي شاركت بها المرأة في الدولة في المجال الصحي، في قطاع التعليم، وفي بعض المؤسسات الأخرى. المظهر الثالث وهو التحضر. ما المقصود بالتحضر؟ التحضر يشير إلى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية. إذن هناك ستكون زيادة في أعداد السكان القاطنين في المناطق الحضرية. التحضر، أولاً هجرة السكان من الريف إلى المدينة. ما سبب هجرة السكان يا ترى؟ أحسنت، سبب الهجرة هو الخدمات المتوفرة في المدن. أيضاً ترتب على هجرة السكان إلى المدن زيادة كبرى في أعداد السكان، وبالتالي تولدت لدينا مشكلة وهي، أحسنتم، الضغط على الموارد الموجودة في المدينة. تحول نمط الأسرة من ممتدة إلى نواة، أي أخذنا في دروس سابقة أن الأسرة الممتدة هي الأسرة التي تتكون من الجد والجدة والأبناء والأحفاد، أما الأسرة النواة فهي التي تتكون من الأم والأب فقط. والمظهر الرابع وهو مشاركة الآباء والأمهات والأبناء في صنع القرار. عن الشباب، ما هو دور الشباب في التغير في المجتمع الأردني؟ أولاً يجب أن نستذكر أن الشباب تتميز هذه المرحلة بمزايا كثيرة، منها الطاقة والحيوية المتجددة، وأيضا القدرة على العطاء البدني والعقلي، وأيضا هناك طموح وحب مغامرة والقدرة على التطوير والتجديد. إذن بما أن هناك قدرة على التطوير والتجديد، إذن الشباب لهم دور فعال في التغير الاجتماعي في المجتمع الأردني. مشاركة في التغيير في المجتمع، أولا تكون مشاركة الشباب من خلال عمليات الانتخابات، إذ تعد أصوات الشباب حاسمة وهي جزء كبير من الأصوات جميعها. أيضا المشاركة بقضايا الرأي العام، مثل ماذا؟ أحسنتم،
قضايا المرأة، حقوق المرأة والطفل، وأيضا القيام بمؤتمرات علمية وورشات عمل ونقاشات. يا ترى ما أهمية هذه المؤتمرات العلمية وورشات العمل بالنسبة للشباب؟ أحسنتم، من شأنها توسيع المعرفة وأيضا تحفز العقل. لماذا؟ عند توسيع المعرفة وتحفيز العقل هناك استقبال للنتاجات الفكرية الجديدة، وبالتالي القدرة على التغيير والتطوير داخل المجتمعات. وأخيرا الحفاظ على هوية الوطن والدفاع عنه. ما الدليل على اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالشباب الأردني؟ هناك رسالة أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى شباب الأردن بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي بين فيه أن مسؤولية هذا المجتمع هي تقع على عاتق الشباب، وهم الركيزة الأولى في المجتمع، وأن مسؤولياتهم عظيمة بقدر إرادتهم وطموحاتهم. إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا. الله وبركاته.